الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو تكملة للدروس السابقة. اليوم راح ناخذ الفصل الخامس، القدرة والطاقة. نعرف القدرة. القدرة هي الطاقة المستهلكة خلال وحدة الزمن وتقاس بوحدة الوات. إذن نعرف القدرة هي الطاقة المستهلكة خلال وحدة الزمن وتقاس بالوات. ممكن أن نشتق قانون من خلال هذا التعريف، أنه القدرة ويرمز لها بالرمز بي باور ساوينا الطاقة على الزمن. هذا أول قانون لحساب القدرة. من خلال هذا القانون ممكن ضرب وسطين الطرفين نستنتج قانون آخر لحساب الطاقة، E ساوينا B في T. هذا قانون لحساب الطاقة. هذا هو القانون الوحيد اللي يحسب لي قيمة الطاقة، راح أشرح لكم بالأحمر. هذا هو القانون الوحيد اللي يحسب لي قيمة الطاقة. إذن هسه صار عندي قانونين، أول شيء قانون القدرة، ثانيا قانون الطاقة. ممكن ناخذ قانون آخر، أنه القدرة تعتمد على عاملين رئيسيين. القدرة بي تعتمد على عاملين، التيار وفرق الجهد. إذن القانون الثاني بالنسبة للقدرة هو التيار في فرق الجهد. هسه صار ثلاث قوانين، واحد للطاقة واثنين للقدرة. باستخدام قانون أوم، باستخدام قانون أوم، واخذناه سابقا بالفصل الثالث، تيار الكهربائي، قانون أوم المقاومة فرق الجهد على التيار. مرة نعوض عن التيار ومرة نعوض عن فرق الجهد. شوف انتبه عليه عزيز الطالب. مرة راح أعوض عن التيار، التيار يساوي لنا V على اليمين على R. إذن B ساوي لي، راح أوخر التيار، شخلي V على R، V على اليمين على R، ونكمل المعادلة في V. إذن B إيش راح يساوي لي؟ V تربيع على R. هذا قانون رقم 4. مرة قلنا راح نعوض عن من؟ عن التيار. عوضنا عن التيار V على R. ممكن بالخطوة الثانية نعوض عن V، B ساوي لي I في V. راح عوض عن V، الآن ينزل ال V عندي I في R، إذن ال B راح يساوي لي I في I، I تربيع في R. هذا قانون رقم 5. إذن استنتجنا قوانين هذا الفصل. أول قانون هو قلنا لحساب القدرة، وهنا يمثل الطاقة على الزمن. والقانون الثاني لحساب الطاقة، وهو قلنا هذا القانون الوحيد اللي يمكن من خلاله حساب الطاقة، اللي هو القدرة في الزمن. وعد قانون بالنسبة للقدرة يعتبر الثاني، التيار في فرق الجهد. والقانون الثالث بالنسبة للقدرة في تربيع على R. والقانون الرابع بالنسبة للقدرة I تربيع في R. أربع قوانين لحساب القدرة وقانون واحد لحساب الطاقة. تبع عليه طلاب الأعزاء، عندنا بعد قانون لحساب، قانون حساب الكلفة، المبلغ الواجب دفعه، كوست بين قوسين كوست. قانون لحساب الكلفة، المبلغ الواجب دفعه، الكوست. كوست ساوي القدرة، هنا القدرة لازم بيمن بالكيلو واط، في الزمن هنا تي لازم بيمن بالساعات، في يونت بريس سعر الوحدة الواحدة، إذن عندي هسه صار هذا الفصل يعتمد على جميع هذه القوانين، أربع قوانين لحساب القدرة
قانون واحد لحساب الطاقة، قانون واحد لحساب الكلفة. حيث إن بالقدرة وتقاس بوحدة الواط، اي الطاقة وتقاس بوحدة الجول، وممكن ان تكون بوحدات كيلو جول ساعة طاقة، ممكن ان نحسبها بوحدات كيلو جول طاقة. التيار اي التيار الكهربائي، ويقاس بوحدة الامبير، في فرق الجهد الكهربائي، ويقاس بوحدة فولت، آر المقاومة الكهربائية، ويقاس بوحدة أوم. أخذنا كل المصطلحات العلمية، الطاقة، تي الزمن ويقاس بالثواني، واضح؟ إذن هنا أخذنا المصطلحات العلمية، القدرة باور تقاس بالواط، والطاقة تقاس بالجول أو الكيلووات ساعة، الزمن يقاس بالثواني وأحيانا يقاس بالدقائق لازم من حوله، التيار يقاس بالأمبير، فرق الجهد يقاس بالفولت، المقاومة تقاس بالأوم. انتبه علي عزيز الطالب، راح ناخذ مثال واحد صفحة 97 بالكتاب المنهجي. شو يقول هذا المثال؟ مدفئة كهربائية تعمل بفرق جهد مقداره 220 فولت. مدفئة كهربائية تعمل بفرق جهد مقداره 220 فولت. تتكون من ثلاثة أسلاك، مقاومة أحد أسلاك التسخين 88 أوم. احسب أولا قدرة أحد أسلاك التسخين، اثنين التيار المار في أحد أسلاك التسخين. تبع عزيز الطالب، سؤال مدفأة كهربائية، نثبت المعلومات، مدفأة كهربائية تعمل بفرق جهد 220 فولت، إذن V يساوي لي 220 فولت، تتكون من ثلاث أسلاك، مقاومة أحد أسلاك التسخين 88 أوم، R 88 أوم. احسب قدرة أحد أسلاك التسخين. انتبه عزيز الطالب، نجي لحساب القدرة، عندي أربع قوانين لحساب القدرة. القانون الأول لا يمكن أن أطبقه لأن منطيني طاقة وزمن، وهنا منطيني فرق جهد ومقاومة. القانون الثاني منطيني فرق جهد بس ما منطيني تيار. القانون الثالث فرق جهد عندي ومقاومة عندي، وهنا فرق جهد ومقاومة. إذا راح أطبق القانون الرابع، قانون رقم 4، أنا قلت القانون الثالث بالنسبة لمن؟ إلى القدرة. القدرة أربع قوانين، والطاقة القانون الخامس، واضح كلامي؟ فهنا راح نطبق هذا القانون. إذن الحل، انتبع علي، بالقدرة ساوي لي في تربيع على R. طبقت هذا القانون. ليش طبقنا هذا القانون؟ طبقنا هذا القانون لأن مطيني هنا فرق جهد ومقاومة، فلازم أطبق هذا القانون. الفي جاد 220 الكل تربيع، المقاومة جاد 88، نضرب 220 نربحها
يطلع 48,400 على 88. إذن بننقسم هذا الرقم على 88 يطلع 550، والقدرة قلنا تقاس بالواط. هذا المطلب الأول عزيزي الطالب، المطلب الأول. المطلب الثاني يريد التيار المار في أحد أسلاك التسخين. انتبه، هذا إلى طريقتين ممكن نحل بقانون القدرة I في V، وممكن نحل بقانون أوم I يساوي لنا فرق الجهد على المقاومة. إذن الأفضل أنا أقول رأيي يعني نحل بقانون القدرة، لأن مرة يطلعني فرق الجهد وطلعت المقاومة ممكن أن يطلب التيار، ويجوز يعطيني التيار ويعطيني القدرة وممكن أن يطلب فرق الجهد. إذن المطلب الثاني بي يساوي لي I في V. المطلوب هو التيار I يساوي لي بي على اليمن على بي. القدرة ايش قد طلعناها؟ 550. فرق الجهد ايش قد؟ 220. صفر يروح ويا الصفر، 55 على 22 يطلع 2.5 أمبير. هاي بالنسبة للفقرة الثانية. طاء اثنين، طريقة ثانية عندنا، طاء اثنين طريقة ثانية للفقرة اثنين، للفقرة اثنين ممكن من قانون اوم، من قانون اوم ممكن اي يساوي لنا في على اليمن على ار، والفي يساوي لنا 220 والار 88 ايضا يطلع 2.5 أمبير. واضح هذا المثال طلابي؟ تبعوا علي، واضح هذا المثال حله؟ هذا المثال الاول صفحة 97. ننتقل الى المثال الثاني، صفحة 101. مثال رقم 2 صفحة 101. تبع مثال 2 صفحة 101. مجفف شعر يعمل بقدرة 1500 واط، خلال زمن 20 منت احسب الطاقة المستهلكة او المستثمرة في المجفف، احسب الطاقة المستهلكة او المستثمرة في المجفف. هنا انتبه علي اعزائي الطلاب، هذا السؤال مطيني قدرة ومطيني زمن، يريد مني الطاقة. هنا الزمن بالدقائق، لازم من نحوله علما للثواني. لذلك انت تريد تحوله في البداية او تريد تحوله اثناء الحل، تبع عليه. اذا بما انه مطيني قدرة ومطيني زمن ويريد الطاقة، انا ما عندي حساب الطاقة غير هذا القانون الوحيد اللي اشرته بالاحمر، تبع عليه راح اطبقه. إذن الإي الطاقة تساوينا بي في تي. إذن الطاقة القدرة مطينيها ايش قد؟ 1500. الزمن هنا ايش قد مطينيها؟ 20 منت، 20 دقيقة. لازم المن احوله، لازم احوله للثواني، اضربه في 60، 20 في 60 ويساوي. إذن الطاقة تساوي لي كم صفر عندنا هنا؟ 4 أصفار انزلهن، 4 أصفار، 2 في 6 12 في 15، 180. والطاقة بيش قلنا تقاس بالجول. ومرات يقول لك احسب الطاقة المستهلكة، احيانا راح نضيف للسؤال يقول احسب الطاقة المستهلكة في المجفف بالكيلو جول. اذا طلب مني ملاحظة، اذا طلب مني الطاقة
اكتب عليه اذا طلب الطاقة بالكيلو جول نقسم على الف، اكتب عليه نقسم على الف. اذن الطاقة الاي ساوي لي نقسمها على يمن على الف، ثلاثة اصفار يروحن ويا من ثلاثة اصفار، اذن الاي ساوي لنا 1800 كيلو جول. وضحت؟ هنا 1800 جول صارت 1800 كيلو جول. واضح هذا المثال؟ عندنا المثال الثالث، المثال الثالث مثال مهم بالكتاب. مثال ثلاثة صفحة 102، شو يقول هذا المثال؟ إبريق شاي، هذا مهم، المثال مهم. إبريق شاي يعمل بفرق جهد 220 فولت ويمر في الإبريق تيار قدره 10 أمبير. احسب أولا قدرة الإبريق، اثنين الطاقة المستهلكة خلال 20 سكند. تبع عليه طلع من العزة، تبع بابا. إبريق شاي يعمل بفرق جهد 220 فولت ويمر في الإبريق تيار قدره 10 أمبير. احسب أولا قدرة الإبريق. هنا انتبه، بما أنه مطيني في فرق الجهد، مطيني في فرق الجهد إيش قد مطيني 220 فولت ومطيني التيار آي 10 أمبير ومطيني الزمن 20 سكند، اول مطلب يريد القدرة. القدرة يا دام عندي تيار وفرق جهد، اذا اروح مباشرة للقانون رقم 3، القدرة تساوي لي اي في في. اذا خلنا نطبق هذا القانون. المطلب الاول القدرة يساوي اي في في، اذا بي التيار جهد منطيني 10، فرق الجهد جهد 220، اذا بي كم صفر صفر اني نزلين 22 في 1 22، إذن بيساوي لنا 2200 واط. واضح هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يريد الطاقة، أنا عندي قانون للطاقة واحد فقط وأشرته بالأحمر. الطاقة إي يساوي لي بي في تي، هذا المطلب الثاني. إذن الإي يساوي لي القدرة إيش قد طلعناها؟ 2200، الزمن 20 سكند، ماكو داعي حوله، هو بالثواني منطيني اياه. اذا راح اضرب كم صفر عندي؟ ثلاث اصفاره ينزلن 2 في 2 4، 2 في 2 4 جول. وايضا اذا طلبها مني بالكيلو جول ممكن تصير، نهدف ثلاث اصفار نقسم على 1000 راح تصير الطاقه تساوي لنا 44 كيلو جول اذا طلبها مني بالكيلو جول. واضح هذا المثال؟ ننتقل لمثال آخر صفحة 103 بالكتاب المنهجي. مثال آخر صفحة 103 بالكتاب المنهجي. مثال ثلاثة، مثال العفو أربعة صفحة 103، مكنسة كهربائية، مكنسة
كهربائية تعمل بقدرة ألف واط خلال زمن قدره 30 منت. احسب المبلغ الواجب دفعه إذا كان سعر الوحدة الواحدة 100 دينار على كيلو واط ساعة. بين قوسين يعني إذا قال لي المبلغ الواجب دفعه أو يقول لي الكلفة، المبلغ الواجب دفعه أو يقول لي الكلفة. هنا عندنا قانون واحد لحساب الكلفة، وأنا فضلت التحويل يكون من ضمن الحل. إذا نكتب القانون كوست الكلفة ساوينا القدرة بالكيلوات في الزمن بالساعات في يونت بريس سعر الوحدة الواحدة. تبع علي القدرة هنا مطينيها بالواط، لازم أحولها إلما للكيلوات مقسم على ألف. إذن الألف مقسمة على يمن على ألف وأصار كيلو واط. الزمن مطينيها بالدقائق، لازم المن أحوله للساعات مقسم 30 على يمن على 60 صار بالأور ساعة. في يونت بريس سعر الوحدة هو يطينيها 100 دينار على كيلو واط ساعة. تبع علي أعزاء الطلاب، أنا استغليت التحويل من ضمن القانون من ضمن الحل. هنا راح نختصر، انتبه، كيلوات ويا من راح يروح ويا الكيلوات، الساعة ويا من تروح ويا الساعة، ثلاثة صفارة ويا من راح ويا ثلاثة صفارة، هذا الصفر ويا من راح ويا الصفر، الثلاثة بيا واحد، الستة قد بيا؟ اثنين، الاثنين بيا واحد، العشرة بيا خمسة، والصفر ينزل. إذا الكوست كوست تساوي لي الكوست تساوي لي واحد في واحد، واحد في 50 دينار. يعني هاي المكنسة إذا تشتغل 30 دقيقة نص ساعة لازم نعطي 50 دينار أجور تشغيل المكنسة. واضح هذا السؤال؟ سؤال جدا بسيط، سهلناه بالخطوات لأن وضعنا التحويل من ضمن الحل، وضعنا التحويل من ضمن الحل. هاي كل الأمثلة الموجودة بالفصل الخامس حليناها كلها. ننتقل إلى حل بعض مسائل الأسئلة، بعض مسائل الأسئلة مال الفصل الخامس. سؤال الأول، سؤال الأول صفحة 110 بالكتاب يقول في الشكل التالي، عندي شكل هنا، عندي مصباح، هذا مصباح مقاومة أرض مربوط ويا أميتر على التوالي، وماخذين احنا الربط، الأميتر يربط على التوالي والفولتميتر يربط على التوازي، اخذناها بالفصل الثالث، فولتميتر على التوازي. يقول قراءة الأميتر 0.5 بالعشرة أمبير، قراءة الفولتميتر 3 فولت. هذا السؤال نسميه سؤال صامت، نسميه سؤال صامت. احسب، احسب اولا قدرة مقاومة المصباح، اولا مقاومة المصباح، اولا مقاومة المصباح، مقاومة المصباح، اثنين قدرة المصباح. المقاومة مباشرة نقدر نوجدها من قانون أوم باعتبار فرق الجهد عندنا والتيار عندنا، الأميتر يقلعنا التيار والفولتميتر يقلعنا فرق الجهد الكهربائي. إذن المطلب الأول راح أقول له المقاومة تساوي لي فرق الجهد على التيار، فرق الجهد 3، تيار 0.5. انتبه عليه طلاب، نرفع الفارزة ونضيف 0 بالبسط يصير 30 على اليمن على 5،
وهاي بيها واحد هاي زائد 30 بيها 6 اذا يساوي لنا 6 والمقاومه تقاس بالاوم. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني يريد القدره. القدره بكيفي انا عندي تيار وفرق جهد اقدر استخدم القانون رقم 3 وعندي طالب يقول لا استاذ عندنا احنا مقاومه وعندنا تيار مقاومه وتيار نقدر نستخدم القانون رقم 5 وطالب يقول اخر استاذ عندنا مقاومه وفرق جهد فرق جهد ومقاومه نقدر نستخدم القانون رقم 4 بس افضل شيء واسهل شيء هو القانون رقم 3. اذا المطلب الثاني البي يساوي لي اي في في الاي 0.5 الفي 3 نضرب بدون فوارز 3 في 5 15 والرجع الفارزه 1.5 والقدره تقاس بالواط. انتهى السؤال. سؤال جدا بسيط وسهل انطلق مره بالوزاري بالدور الثاني. سؤال جدا جدا بسيط. ننتقل لسؤال اخر ايضا بالاسئله. سؤال مصباح سؤال الثالث هم صفحة 110 مصباح يحمل الصفات التالية 12 فولت و 24 واط احسب الطاقة المستهلكة في المصباح بوحدة كيلو وات ساعة خلال زمن قدره 10 ساعة. انتبه يريد الطاقة. انا قلت بالبداية قانون واحد للطاقة. نجي نكتب القانون اي يساوي لي بي في تي. اذا الاي يساوي لي القدره هنا. شوف مو بالضروره اخذ كل المعلومات. هو بما انه قال لي يحمل الصفات اخذ اللي معلومات اللي استفاد منها بالقانون فقط. اذا هنا الفولتيه ماكو داعي اخذها. الفولتيه معطيني اياها زياده يريد يخطئني. الفولتيه معطيني اياها زياده. اذا انا قانون الطاقه قدره وزمن وهذا زمن وهاي القدره ماكو داعي بعد اخذ الفولتيه. من يجي لك يحمل صفات مو بالضروره ناخذ كل الصفات. واضح؟ ناخذ اللي يفيدنا بالقانون. هنا القدره بنطيني اياها بالواط 24 اقسمها على الف شو تصير كيلو واط. وزمن هو بنطيني اياها بالساعات يبقى بالساعات. ليش؟ لانه يريد الطاقه بالكيلو واط ساعه وليس بوحدة الجول. مو بوحدة الجول يريدها بالكيلو وات ساعة. فهنا نختصر الصفر وين راح يروح وين الصفر. اذا يساوي لنا 24 على اليمن على 100 كيلو وات ساعة. اذا الاي يساوي لنا 0.24% كيلو وات ساعة. انتهى اعزائي الطلبة. سؤال جدا بسيط وايضا انطرق بالوزارة. ننتقل للسؤال الرابع. نحل السؤال الرابع. السؤال الرابع صفحة ايضا 110 بالكتاب المنهجي. سخان كهربائي يعمل بقدرة 2 كيلو واط. شوف انتبه هنا مطينيها بالكيلو واط. خلال زمن قدره 6 ساعات احسب الكلفة المبلغ بين قوسين الواجب
دفعه إذا كان سعر الوحدة الواحدة 100 دينار 100 دينار دينار على كيلو وات ساعة تبع إزالة الطلب. سؤال جدا بسيط ولحد الآن ما انطرق بالوزاري وجاهز تحويلاته جاهزة كاملة تحويلاته يعني مباشرة نطبق القانون نطبق القانون كوست ساوي للقدرة بالكيلو وات في الزمن بالساعات في يونت أبرس تبع عليه القدرة مطينية 2 كيلو وات الزمن مطينية 6 أورز اليونت أبرس سعر الوحدة مطينية 100 دينار على كيلو وات ساعة. هنا ما حول الطلاب الأعزاء لأن مطينية جاهز السؤال ما بيه تحويل الكيلو وات ويا الكيلو وات الساعة ويا من ويا الساعة مباشرة راح نضرب الأرقام 2 في 6 12 في 100 1200 دينار. إذن هذا أعزاء الطلاب هذا السخان إذا اشتغل 6 ساعات لازم ندفع أجور 1200 دينار. شكرا أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم.